كما عملت الدولة على توفير متنفس للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والفنية من خلال تنفيذ خطة شاملة لتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وكذا إنشاء عدد من المدن الرياضية الشاملة. ولياقيني بضرورة تدريب وتأهيل الشباب، فقد تم إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة وبرنامج تدريب فعلا انتوا كده مؤهلين. طيب خلي بالكم انا بكلم الشباب اللي بيتدرب دلوقتي، البلد دي امانه في رقبتكم، البلد دي امانه في رقبتكم، الحفاظ عليها امانه في رقبتكم، التقدم بها امانه في رقبتكم.